السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا شباب معانا طريقة تثبيت جيم لوب بالطريقة الصحيحة، زي أفضل إعدادات لجيم لوب لحل مشكلة اللاج. أفضل إعدادات يعني هتخفف معاك اللاج وهتحل معاك مشاكل اللاج وتستنى تيجي في المحاكي. تمام، هنيجي يعني نثبت المحاكي إيس. شوف انت هنا تثبته فين؟ انا هنا مثبته في الاف هنا نستول كده. خلصت، هنسى ستارت كده. تمام، هنثبت بوبجي وبكده يكون المحاكي اتثبت معانا. تمام، فاحنا هنثبت بوبجي و استناها تحمل عشان نشرح باقي الاعدادات. أوقف التسجيل كده، تجاوب جي كملت التحميل كمل. يعني نيجي في الإعدادات، إنجين خلي دوتو فعل دي، نخلي دور دوتو دي مش هنعلم عليها حاجة. أوتو ريزوليشن ده تختار بعد الشاشة بتاعتك. هدور هنا مجدش الشاشة بتاعتك، شوف الشاشة بتاعتك كم الأول هنا لو أنت مش عارفها، يعني دي بعد الشاشة. تمام، السكرين دي بي اي دي اللي هو وضوح الايقونات. تمام، فانت لو جهازك ضعيف قوي انا خليها 240 ل 160، عايز تعلي ماشي براحتك. الموديل هنا دي هتخليها زي ما هي كده، مش هتعدل فيها حاجة. الجيم اللي هو عندنا بوجي موبايل، هنا لو عندك كارت شاشة جي تي اكس من 660 أعلى لأعلى هتحدد في النص. عندك كارت شاشة 1060 لأعلى هتحدد ال فول اتش دي توكي دي، بس أنا معنديش فول اتش دي توكي، عندي اللي في النص دي بس. تمام، و جرافيكس كواليتي لو جهازك ضعيف خليها سموث، جهازك قوي خليها اتش دي. تمام، اف بي اس لو عندك شاشتك دعمت أعلى من 60 فريم خليها 90، لو شاشتك دعم 60 فريم بس خليها 60. تمام، تعرف ازاي هتيجي هنا، تعرف ازاي انا سكت دعم اكتر ولا لا. هتيجي هنا دي، تيجي هنا تلاقي دي اكتر من 60. تمام، هتحدد عليها، تحدد 90 بس، وهدي السيف وهتفتح وكده الاعدادات هتبقى ظابطة معاك خالص في اللعبة. تمام وبس، ودي نهاية الفيديو. لو عجبكم متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا سلام.